دلوقتي هنتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه هيعقد مجمع البحوث الإسلامية الندوة الشهرية لمجلة الأزهر الشريف تحت عنوان عدل المرأة وأثره على الأسرة والمجتمع. الندوة الشهرية للمجلة هتناقش عدد من المحاور المهمة، هي عدل المرأة في الزواج وتقييد حقوق المرأة في الطلاق وحرمان المرأة من حقها في الميراث وحقوق المرأة في الإسلام وعدل المرأة في التربية. النهاردة كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ عن إقامة الندوة الثالثة عبر الإنترنت لمناقشة فرص زيادة الصادرات المصرية لفنلندا والوصول إلى الأسواق العالمية، وده ضمن فعاليات Doing Business with Finland بالتعاون بين مبادرة إبدأ والسفارة الفنلندية في مصر بمشاركة جميع المصنعين والشركات الناشئة. النهاردة هيقوم محافظ القاهرة بتدشين مبادرة زراعة 2000 شجرة مثمرة بالتعاون مع جامعة الأزهر في شارع المخيم الدائم والشوارع المحيطة بالمنطقة الحرة لهيئة الاستثمار بمدينة نصر، وده في إطار مبادرة زراعة الأشجار بمحافظة القاهرة واللي بيأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.